السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة برنامج بكل جراءة من قناة مصر البلد. المريض بإذن الله يشفى، واللهم أمين المديون يسدد كل اللي عليه، اللهم أمين الناس اللي زعلانة من بعض تتصالح، لأني دايما لما نتفائل ربنا سبحانه وتعالى يحقق لنا التفاؤل ده، بس نتفائل وده بقانون الجذب. استدعي كل الأفكار، استدعي كل المعتقدات، استدعي كل الحاجات اللي ليها علاقة بفكرة أنا متفائل. لو تفائلت إن شاء الله تلاقي التفاؤل ده في محله. بنبعت للأستاذ أيمن الورناني وأستاذ محمود النجار تحية من القلب، نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. خليني يبقى كلام النهاردة بعيدا عن فكرة الأخبار العنيفة والأخبار اللي تزعل، وأنا جنبت ده مع فريق الإعداد. كان عندنا حتى مجموعة من القضايا المهمة كانوا عايزين يتكلموا عنها النهاردة، قلت لهم لا، النهاردة مش هنتكلم في حاجات تقلم الأسرة المصرية. تعالوا نشوف كلمة سيد الرئيس ونرجع تاني. احنا ما عكسناش التكلفة الحقيقية، وانا بقول لكم الكلام ده وارجو ان انتم تاخدوه مني. طب في خوف عند الناس؟ انا ملاحظ ده. طب انا موافق عليه؟ لا خالص. هو انت اول مره تشوف المشكله ولا ايه؟ اول مره يا مصريين تقابلوا ازمه؟ ما احنا دايما في السنين اللي فاتت بشوف ازمات، ومصر صمدت وعاشت وحتصمد وحتعيش. صحيح، بمين هي صمدت؟ بالحكومه؟ صمدت بالحكومه؟ لا، صمدت بالناس، بالشعب، بيكو يعني. فما فيش مجال ابدا والله للخوف والقلق، ودي يمكن رابع مره اقولها، خالص. احنا بخير وسلام الحمد لله، وكل الامور موجوده بفضل الله، والامور هتبقى احسن من كده ان شاء الله. احسن من كده؟ امال ايه؟ عندكم شك؟ اوعى تفتكروا ان انا بقول كلام معنوي يعني، عشان لا لا لا، والله العظيم ان انا مطمئن جدا بالله، مطمئن جدا جدا بالله، مش بينا. اما ليه؟ فان كانت الظروف صعبه مفيش مشكله، هتعدي، وبكره الايام دي تبقى برضو زي الايام اللي قبل كده، ونقول كان ياما قابلتنا مشاكل وحد، بس انتوا نسيتوا. افتكروا كده لما كان يتقال ان في الاشرار فجروا جامع ولا كنيسه، ولا هجموا على كمين، ولا هجموا على مش عارف ايه، وشوفوا مصر كلها زعلانه كلها. طب ده تجاوزناه؟ عبرناه؟ خلص؟ امال ايه؟ الحمد لله. حد يقول الله انت بتتكلم في الموضوع ده يعني ليه دلوقتي؟ دي المناسبة، دي مناسبة جميلة قوي، واحنا جايين مبسوطين نقعد مع اولادنا وصحيح، وانا جاي عشان السوشيال ميديا. الاسبوع اللي فات وانا بكره جدا، انا من الناس اللي بتكره جدا تصرفات البعض واستخدامهم بالسوشيال ميديا، بيبقى قاعد في البيت كده على السرير وماسك الموبايل وعمال يبعت رسائل مسمومة بهدف وبدون، بيكتب جمل وبوستات تأثر في نفسية كل اللي بيقراها بهدف او بدون، اجندة او بدون. فكرة ان السيد الرئيس وفي صندوق الاسرة اللي السيد الرئيس بيدعو ليه، وانا بشوف انه مهم جدا ولازم كلنا نقف قدام الجملة دي ونقف ونقول الله. يا محمد هتقول الله عشان صندوق الأسرة والمقبلين على الزواج يدفعوا؟ اه. ليه يا محمد كده؟ قال لنا الرئيس اللي هيدفع في الصندوق ده الدولة هتحطه قدامه. طب يا محمد برضو انت ايه اللي يبسطك في ده؟ يبسطني
قصتني ان الطفل ملوش ذنب في الحياة غير ان اب مستهتر او ام مستهترة. قرروا يحصل بينهم صدام. الصدام ادى الى ان الاب، وخلينا اقول لكم انا بكلمكم انتوا يعني انتوا اهلي، اللي انا بقوله ده بيحصل في بيوت كتير وفي اسر كتير وفي شوارع كتير. تلاقي واحد يقول لك انت بتضايقيني والله ما هدفع لها جنيه. يا عم ولادك ما لهمش ذنب، يعني ولادك ياكلوا ويشربوا منين؟ ماليش دعوه، هي مش ضايقتني والله ما ادفع لها جنيه. وانا بقول لحضراتكم ده، والاداره السياسيه يعني التفصيله دي يعني انا بقولها لكم لان احنا عايشينها. هتلاقي مين مننا ما يعرفش بنت خالته ولا بنت عمه ولا قريبته لها زوج بيقول لها والله ما ادفع ولا حاجه، ادفع ليه؟ خليها، مش هي بتكلمني بطريقه مش عارف ازاي؟ مش عارف انها متجوزه راجل؟ طب متجوزه راجل، الراجل ده يحرم ولاده؟ والكلام اللي انا بقوله ده مش لزوج وزوج، انا بكلمه كمان للاسر. ما هو الام بتتقطع والاب بيتسحل، ابو العروسه بيتسحل او ابو الزوجه، لاني كان باخد 3 جنيه في جيبي مكفيني انا وزوجتي وولد ولا بنت عايشين معايا، وبنتي التانيه اتجوزت جوزها عشان مش مقدر المسؤوليه بعتها لي تاني. فالتلاته جنيه اللي انا باكل وبشرب منهم هضطر اصرف منهم على بنتي وولادها، ولاد الراجل اللي وقف عند فكره هي ازاي تكلمني كده، ونروح المحكمه ومش هديها حاجه. الولاد ذنبهم ايه؟ ذنب ابنك ايه يروح المدرسه فيقف في المدرسه يتعاير انه ما دفعش المصروفات؟ ذنب ابنك ايه ان لغايه النهارده بنطلونه مقطوع وانت مش عايز تجيب له بنطلون لانك عاند لانها كلمتك بطريقه مش حلوه؟ اصلها بتقول لي انت قاعد على القهوه ليه لغايه دلوقتي؟ اصلها عملت الملوخيه ملحها زياده؟ اصلها قالت لي انت ذنب دول ايه؟ فسيد الرئيس لما بيعمل صندوق الاسره عشان عارف ان في اطفال نفسيتها هتتبهدل، السيد الرئيس لما كان بيدعو لعمل صندوق الاسره عشان اللي بيتجوز يبقى عارف وهي عارفه ومطمنين، لفكره ان اي فرصه للشيطان في الدخول بينكم ما يهدمش اسره وياثر على اولاد. انا بستغرب حقيقي لما يجي واحد يقول لي انت عارف مراتي غضبانه بقى لها قد ايه عند اهلها؟ بقى لها شهر. يا عم حرام عليك والولاد، اعمل ايه؟ هي اللي عملت كده. ايوه هي عملت كده، طب ولادك ياكلوا منين؟ تتصرف، اهلها يصرفوا عليها. طب ما انت عارف اللي فيها والظروف صعبه عند اهلها. ماليش دعوه. طب يا سيدي ما انت مالكش دعوه، واهل مراتك ظروفهم صعبه، ولادك هي دي رجوله؟ يعني هي دي الرجوله ولادك؟ انا بقى عايز اسالك سؤال، انت شايف انها استحالت العيشه والعيشه صعبه وشايف ان انت مراتك دي فيها كل العبر، ها؟ اطلع انت جدع، فلوس ولادي اهي اكلهم وشربهم اهم، وانا مش عايزك، موافق. انا مش بدعو للطلاق بس موافق، هي دي وجهه نظرك، استحالت العيشه بينكم وربنا حلل لكم الانفصال فتمام. انا بقى راجل مسؤول ادفع مصاريف ولادي ياكلوا ويشربوا ويلبسوا طالما قررت اتجوز. فبما انك انت ما بتعملش كده في دوله تعمل كده؟ طالما انت مش حاسس انت مش حاسس بالمسؤوليه، لو انت مش خايف على اولادك فالدوله خايفه على اولادك. فتلاقي بقى على السوشيال ميديا كل واحد طالع يستظرف ويألف، يقول لك بيقولوا العريس عشان يتجوز يدفع 20,000 ويدفع 30,000 ويدفع 50,000، عمالين نجود. بتكركبوا حياتكم ليه؟ انا بسال انتوا ليه بتكركبوا حياتكم؟ وتلاقي اللي معترض ده عنده 17 سنه، يقول لك يا نهار ابيض بيعملوا صندوق الاسره عايزين ندفع 30,000 جنيه عشان اتجوز، 20,000 جنيه عشان اتجوز. يا ابني انت 17 سنه حبيبي، انت لسه مقاس رجلك هيكبر تاني، انت بتلبس 42 دلوقتي، بعد شويه 44 اهدى. تتكلم ليه؟ واللي معترض ده يعني لا اما هو اصلا متجوز وعنده حنان كده صغيره فيعني الموضوع مش معاه، اما عنده 16 سنه زي يعني طفل بيقول لك انا هدفع ليه؟ اجيب منين؟ احنا عارفين نتجوز. موضوع بسيط.
ما انت مش حاسس بحاجه. بتقول الموضوع بسيط عشان مش حاسس. لا انا حاسس بمشكله. يا جماعه بصوا على المشكله من بره مش من جوه. ما جيش اقول انا اصل هيدفعوني. هيدفعوك كامل اول. تعرفت بلاش نجود ونقول ارقام مش حقيقيه ونقعد نكبر نكبر. ليه اثاره الراي العام؟ ليه فكره نكركب حياتنا؟ ليه فكره ان احنا عايزين نشوفها سودة ونشوفها صعبه ونشوفها معقده؟ ليه؟ ولو اتعمل الرقم واتعمل الصندوق هو امان لاختك والبنت خالتك وليكي والبنتك. زي ما كنا بنقعد يقول لك انا عايز اعمل مؤخر صداق 50,000 لبنتي، انا عايز اعمل مؤخر صداق 100,000 جنيه لبنتي، وهي الارقام دي واحنا بنقولها او الشبكه اللي بنطلبها ب 50,000 و 100,000 هو ده مش الدفع عادي جدا؟ وانت لما طلبت الارقام دي مش طلبت الارقام دي عشان تامن بنتك على كلامك؟ الدوله بتامن ولادنا، الرئيس خايف على بناتنا، خايف على الاولاد الصغيرين، خايف على هدم الاسره، خايف على فكره الحرمان اللي ممكن ولادك يتحطوا فيهم. هنقبل ونفرح وندعم لانها حقيقي حقيقي امان وفكره عظيمه جدا. يعني انا بشوفها يعني ربنا نحافظ على كل اسره مصريه ويحافظ على بناتنا ويحافظ على اطفالنا. ننهض نخاف على اولادنا وننهض بحياتنا، وده مهم جدا. الاسعار كنت انا في حلقات كتير وموجوده كنت بطلب دايما من الدوله ومن السيد رئيس الوزراء احنا نفسنا الاسعار تبقى موجوده على المنتجات. قلنا كتير وفي حلقات كتير نفسنا يتحط السعر على المنتجات. يعني باكو الشاي كتب عليه 350,000 جنيه موافق. موافق بس يبقى مكتوب. ما اروحش انا للحاج محمود، السلام عليكم يا حاج محمود، ممكن باكو شاي 12 جنيه. طب يا حاج ايمن ممكن باكو شاي 17 جنيه، ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق بين ال 12 جنيه دي وال 17 جنيه دي؟ ايه الفرق بين ال 12 جنيه دي وال 13 جنيه دي؟ فكره توحيد الاسعار وده حق المواطن. انا ما اخشش اشتري من مكان وارجع اشتري من مكان تاني، ما تنفعش. وكنت بطلب من السيد رئيس الوزراء كتير في حلقات كتير هي فكره الاسعار تبقى مكتوبه. الدوله الفتره دي وانا كمان دائما وابدا احذر البائعين، احذر التجار، السوبر ماركت، البقال، الكشك، الاسعار اللي فيها جنيه ونص جنيه هتعرضك للمخالفه. بجد الاسعار اللي فيها جنيه ونص جنيه وثلاثة جنيه تعرضك للمخالفة. احنا زمان كنت تلاقي اتنين جيران كده تقول لها جارتنا التالتة عندها ظروف مش حلوة، خدي دي وانا دي ونبعت لها. زمان كنا نلاقي الناس اللي بتمر بظروف صعبة كلنا بندعمها. فاللي بيشوفنا دلوقتي يقول لك طب ما احنا يعني معظمنا ظروفنا مش قوي يعني. مش احسن حاجة. بس فكرة التكافل اللي بينا، فكرة ان الناس تطبطب على بعض وتساعد بعض وترحم بعض، ترحم بعض. مجيش انا كبقال او كسوبر ماركت او كقهوة او كمحل عصير او محل احذية اعزكم الله اي حاجة، ابتدي احس باهل بلدي واهل منطقتي. احس باهل منطقتي. انت ما تطبقش فكره او تطبق فكره معيار اصل انا الدنيا غاليه عليا وعليا التزامات فهغلي. ما تطبقليش فكره اصل الدولار النهارده بكام فهغلي. احنا حاطين الدولار ده والله شماعه. يا جماعه احنا حاطين الدولار حرفيا شماعه بنعلق عليه. كوبايه العصير بزياده 2 جنيه ليه؟ اصل الدولار. كيلو اللبن 3 جنيه اصل الدولار. وما تسال الراجل اللي بيبيع اللبن او حتى المكان اللي بيحلبوا فيه الابقار هو ليه زودنا في سعر اللبن 2 جنيه و3 جنيه في الكيلو؟ يقول لك اصل الدولار. فتتناقش معاه اقول له طب ناقشني يعني فهمني كده الدولار، انت ايه علاقتك بالدولار؟ يسرح اصل العلف. انت بالك مال العلف؟ العلف جالك غالي غالي قد ايه؟
ووزعت قيمه انه غالي دي على البقره بتاكل برسيم ماشي وعلف ماشي، العلف اللي غالي يخليك تزود في الكيلو 3 جنيه. ده يقول لك اصل البقره انا حطيت لها لمبه بتنور لها والكهرباء جات لي غاليه الشهر ده. اي كلام اي حاجه. بتاع الدرس الخصوصي، ناس بعض الناس بتدي دروس خصوصيه، فواحد من الناس قابلني في الشارع يقول لي يا استاذ محمد الدنيا بص عامله ازاي؟ ده انا حتى عايز اقول لك يا استاذ محمد انا بدي بنتي درس كنت بديه لها ب 50 جنيه، المدرس قال لك لا 65 جنيه. دولار برضو يا استاذ يا مستر مسيو زودت 10 جنيه و 15 جنيه في الحصه. وانا ضد الدروس الخصوصيه اصلا بس ماشي. زودت 10 جنيه و 15 جنيه عشان الدولار. مالك انت ومال الدولار؟ العلم اللي في مخك بتصرف عليه بالدولار يعني؟ طب احكي لي ايه يا جماعه، حد يرد عليا والله يعني، حد يكلمني، حد يبعت لي على صفحتنا على الفيسبوك يقول لنا مدرس يزود ليه؟ الميكانيكي اللي انا كنت بعمل عنده صيانه او بصلح عنده حاجه في عربيتي كنت بدفع عليها، انا عارفها، انا عارف انتوا بتصلحوا عربياتكم او اللي عنده تاكس او اللي عنده طيب يصلح يروح يركب تيل الفرامل ويدي الراجل 50 جنيه 100 جنيه كام يا باشمهندس؟ خلي عندك خالص حبيب قلبي احنا واحد كام يعني؟ 150 جنيه. ليه 150؟ ما انا دافع 100 في اخر مره. اصلا شايف الدنيا الدولار بكام النهارده؟ اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ يا جماعه العيب فينا، اقسم بالله العيب فينا. الدنيا بتغلى او الدنيا غاليه، بس الكيرف اللي احنا عمالين نزق فيه كلنا، عمالين نزق فيه كلنا، كلنا عمالين نزق فيه، مش مبرر، مش مبرر. تركب وسيله مواصلات خاصه توقف تاكسي كده من العادي، مشوار انت عارف انك بتدفع فيه مثلا 30 جنيه ولا كام، يقول لك 50 جنيه. ايوه ليه 50؟ لا البنزين في التوقيت ده غلي، ولا العربيه بتاعتك دي بتصرف يعني وهي واقفه كده مركونه بتصرف مصاريف فغليت، يعني ايه اللي يخليك تزود الكيرف ده؟ يعني مشوار ب 25 خد 30، صح؟ خد 30 لكن 50؟ تيل فرامل بركبه ب 100 جنيه بقى 150، ليه؟ اصل الدنيا غليت، ليه؟ الدولار. بالراحه بالراحه بالراحة على بعض، حبوا بعض، ارحموا بعض، اعمل جزء لله. رجال الأعمال إخواتنا ادعموا. ندعم إزاي؟ ندعم بألف طريقة. لو حضرتك مصنع أو عندك مصنع خلي كيرف التصنيع ومكسب التصنيع هامش الربح يقل سنة، ونبه على اللي بتبيع له إن هامش الربح يقل سنة، ونقل شوية لله، نقف جنب بعض. مصر دي أهل مصر، دول مصر اجدع شعب، الجدعنه مصر دي يعني الجدعنه. بالراحه والله العظيم انا بستغرب، واحنا ليه بنوصل ان احنا نتعامل بالمنطق ده؟ ليه كل حاجه عماله تتزق واحنا اللي بنزقها ومفيش مبرر؟ احنا وجدنا شماعه، فكره تكلم واحد يقول لك اصل الحرب الروسيه الاوكرانيه هي اللي اثرت على الاسعار، وعلشان كده انا هزود الحاجه اللي كنت ببيعها ب 50 هبيعها ب 65 بسبب الحرب الروسيه. ايه يا عم في ايه؟ مالكوا؟ مالكوا يا ناس؟ مالكوا يا ناس؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه بنعمل في بعض كده؟ ما نقف جنب بعض ونساعد بعض، ساعدوا بعض، نسند. واللي معاه، مش هقول لك اللي معاه يكب على اللي ما معهوش زي ما المثل الشعبي بيقول، مش كده، بس خلينا نرحم بعض شويه. انا بشوفت حد عامل كده مبادره سوبر ماركت، قال لك كاتب ورقه بيقول لك لو معاك حط، عامل صندوق حاطط فيه منتجات، لو معاك حط ولو ما معكش خد. يعني انا قادر احط كيلو سكر لحد محتاجه احطه، لو انا قادر احط باكو شاي لحد احطه، كوب ازازه زيت احط، نكرم بعض.
لو معاك حط، لو ما معكش ظروفك صعبة خد إزازة، وما أعتقدش حد هيبقى قادر ويمد إيده وياخد الإزازة، اللي هياخدها محتاجها. فتعالوا نعمل كده، تعالوا نعمل كده، تعالوا وخلينا اقول لك ايه الموضوع بسيط. انت هتحط كيلو سكر، فده بالنسبه لك قيمته ايه؟ 20 جنيه يعني وبتاع، حط 20 جنيه اكرم بيها حد لوجه الله تعالى. ما نعمل ده، نعمل كده، هو ده الدور اللي لازم نعمله. اه احنا المفروض كلنا علينا مسؤوليات وعلينا التزامات، بس لازم يكون في جزء من الالتزامات دي للناس التانية، اهالينا التانية، فيحصل خير. فكرة الناس بتقرص على بعض انها ترفع الاسعار تحت رعاية الدولار اللي عمالين يتكلموا عليه، والدولار ده في منطقة تانية، في حسابات تانية مش في حساباتنا دي. زي ما انا قلت لحضراتكم، ما يبقاش بتاع الفول مزود 2 جنيه وجنيه في الساندوتش الواحد، عصير القصب بيعصر قصب يحط 2 جنيه في كوباية بتاع، يعني عمالين نزود ليه كده؟ كل ما تتكلم لك اصل الرز بكام والكشري بكام والبتاع بكام، فانا هزود 3 و4 في زود بما يرضي الله. جبت الحاجه غاليه سنه هزود سنه، واقعد اتخيل دول لما اوزعهم على 5 علب كشري يبقى هنا الزياده كام، فزود جنيه في علبه الكشري، 2.5 جنيه في علبه الكشري. لكن فجاه الكيرف عمال ينط ينط ينط، اصل انا بجيب الحاجه غاليه. انا عارف ان يعني لو انت بتتكلم عن بعض المنتجات زايده شويه، انت كمان زود شويه، ما انت الحاجه ب 10 جنيه ما جبتهاش ب 50 يعني، ما عملتش كده. اه الدنيا صعبه عليك، وبرضه فكر انها اكيد صعبه على الناس. الرقابه الابويه، وده موضوع تاني هنقف عنده شويتين، الرقابه الابويه في استخدام الاطفال للتليفونات المحمولة والإنترنت مهمة. الأطفال من سن 4 سنين، ودي بقت عادة جديدة على المصريين، فكرة الولد بيعيط فروح مديله التليفون عشان الست عايزة تريح نفسها من زن الأولاد أو بتطبخ أو بتعمل حاجة، فتدي لابنها أو بنتها التليفون. بيحصل؟ جاوبه، بيحصل. فأنا بنسيب لأولادنا التليفون، بيبقوا فاتحين تايم لاين كده بتاع يوتيوب او بعض البرامج بتاع السوشيال ميديا، فالولاد بيقابلوا فيديوهات او بيتابعوا بعض الافلام الكرتونيه والانمي وبعض الحاجات اللي من النوع ده. لعبه جديده وكرتون جديد موجود في امريكا وابتدى يتصدر لنا، اسمه هاجي واجي. هاجي واجي ده كرتون فيه شخصيه عنيفه، الشخصية دي بتخوف الأطفال فبتعلمهم وبتحرضهم على العنف. وهاجي واجي جواه بعض الشخصيات المخيفة دي اللي ليها علاقة بالجن وما شابه. في طفلة صغيرة أو ابن عنده 6 7 سنين بيتابع الفيديو ده، فيبتدي يشوف إن في حاجة اسمها شيطان وجن وعفريت وشخصية مخيفة، ويبتدي ينام فيجيله الكوابيس، يتحول لمريض نفسي ويبتدي يتعلم حاجات ليها علاقة بالعنف. احنا مشكلتنا ان احنا بنروح لاخر الحكاية، بمعنى بفضل سايب ابني سايب ابني سايب ابني لغاية ما في الاخر ابني ده يتحول لزومبي، وارجع اقول ياه اعمل ايه دلوقتي، ابني اتحول بقى ما من الاول يا مدام سميحة، يا مدام سندس، يا مدام فاطمة، حضرتك من الأول سايبة تليفونك لابنك عشان انت عايزة تتفرجي على المسلسل التركي، عشان عايزة تتفرجي على المسلسل الجديد، فانت مريحة دماغك، خد الموبايل اتفرج. يخبط بقى في فيديو مخيف، يخبط في حاجة رعب، يخبط في حاجة عيب، مش مشكلتك. انت عايزه تقعدي انت والحاج ناصر جوزك تتكلموا، فانت سايبه تليفونك للولد او البنت، ففجاه الولد والبنت مع التكرار اتحول لزومبي، او يجرب فيشوف من ضمن الفيديو حاجات محرضه على العنف، لعبه مخيفه، يحط ايديه على زور اخوه فيموتهولك عشان انت يا مدام اخلاص قاعده سايبه ابنك وقاعده
بتمسحي الشقة بقى، بتطبخي، بتعملي اللي بتعمليه. فابننا ضاع مننا، او يشوف اللي في حاجة واجي ويروح يطبقه في المدرسة فيعمل لك مصيبة في المدرسة، فيعمل لطفل تاني مصيبة في نادي، في الشارع، في حتة. اين الرقابة الابوية في استخدامنا للانترنت والمحمول؟ اني حتى وانا بتكلم قدام حضراتكم كده وحد بيتفرج عليا بياخد الموضوع من منطق، اكيد انا ابني ما بيعملش كده، اكيد انا ابني مستحيل يحصل له كده، اكيد ابني حاجة واجه ايه بس اللي بتكلمناها عنه، حاجة واجه ايه بس. انت هو اتكلمنا في حاجات لها علاقة بالبلد، هو اتكلمنا في حاجات لها علاقة بالاسعار، هو اتكلمنا في حاجات لها. دول هتكلم في دول، هتكلم في ولادنا، هتكلم في ابنك اللي بعد شوية يعمل لك مصيبة او يحصل له مصيبة. الكرتون والانمي والحاجات اللي لها علاقة بالحاجات، القصص اللي بيحشوها في افلام الكرتون مخيفة، مخيفة. احنا الجيل اللي موجود ده اللي اتولد في عصر الانترنت لازم نحميه، لازم نحميه بجد ونحوط عليه زي زمان. احنا زمان بفضل الله الحمد لله ان انا حضرت الجيل ده، الجيل اللي كان اخر حاجة ممكن يعملها عيب نلعب كوتشينة مثلا، نعملها من وراء اهلنا ومحدش يشوفنا الحمد لله ان احنا الجيل اللي حضر الثلاث قنوات اولى وتانية وتالتة، مش العالم المفتوح قدامنا اللي بيخلينا نشوف كل دمبة نملة ويخلينا يبعتولنا رسائل مسمومة وافكار مسمومة وخطة واجندة ومش معمولة، يعني معمولة لاجيال تانية. هم مين اللي بيعملوا؟ مش دعوة، كوكب تاني. كريم شانتيه يفكر يتحول لشطان فبعت لنا، ماليش دعوة مين اللي عمل، انا مشكلتي ايه اللي بيتعمل واحمي ولادي منين. ابنك اللي بيتصرف بعنف النهاردة او بيشوف العنف النهاردة بكرة يطبقهولك. بنتك يا حاج اللي انت نفسك تشوفها احسن واحدة في الدنيا، اتعلمت انها تلعب تشارلي لعبة كده بيلعبوها الاطفال في بعض المدارس ممكن تموت. طب نعمل ايه؟ راقبه. بعض الاطباء النفسيين في كل الدول العالم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ابنك مسك التليفون في اي عمر؟ اما تجيش ابنك بقى عنده 25 سنه وتمسك تليفونه في مرحله الطفوله. امسكوا تليفونات ولادكم، واحد بيتفرج على ايه، اتنين موقع ايه اللي دخل عليه، ثلاثه بعد ما دخل على الموقع ايه اللي حصل، اربعه ايه تحصيله لاستخدامه الانترنت. بعد كل ده ابتدي تعامل مع ابنك. طب ما احنا ما بنعرفش، يعني في بعض الناس ما بنعرفش في الانترنت ولا في المحمول اللي بتاع المحمول ده، ما بنعرفش هم بيدخلوا على ايه. الولاد اللي عارفين بس احنا ما بنعرفش. خلي حد يعرف لك، خلي حد يعرف لك، خلي يا مدام هدى خدي تليفون ابنك وهو نايم واطلع عند جارتك قولي لها بقول لك يشوفي ابني بيخش على ايه، اعرفي لي ابني الصغير ده بيخش عليه عشان مش عارف. وليه دايما فاهمين ان ليه دايما بنقيس ان دخول ولادنا على الانترنت له علاقه بالحاجات العيب بس؟ لا، في حاجات اخطر، حاجات تموت، حاجات مريبه، حاجات مش مفهومه. طول الوقت بيتفرجوا على افلام كرتون، تلاقي الاسره مشغله احدى القنوات الكرتونيه او الافلام اللي ليها علاقه بالكرتون والاطفال وسايبه اولادها وقاعده بتعمل حاجات في المطبخ. حضرتك سالتي نفسك ابنك بيتفرج على ايه؟ الكرتون ده عباره عن ايه؟ بيعلمه ايه؟ ما نرجع يا جماعه نعلم ولادنا، نشغل لهم كرتون ليه علاقه بالاخلاق، كرتون ليه علاقه بالدين وسماحه الدين، نشغل لهم كرتون ليه علاقه بقصص الانبياء، ما يقعدوا يتفرجوا على قصص الانبياء، الانبياء عاشوا ازاي؟ حصل ايه؟ العظه اتفرجوا. وفي حاجات موجوده على الانترنت شكلها عظيم جدا. مربي في ابني من دلوقتي انه يعرف تفاصيل كتير عن دينه من خلال الكرتون ده، وده موجود للاخوه الاخباط وموجود للمسلمين لينا يعني، فنقدر نشوف ده، نعلمهم ده. يقعد الولد يتفرج على هتوضى ازاي؟ هنصلي ازاي؟ اكرم اخي اليتيم ازاي؟ اطبطب على اخويا ازاي؟ ايه الحرام وايه العيب؟ علمهم كده. انا عايز ولادنا يطلعوا. في ناس بتقعد تقول لي
الكلام ده على ارض الواقع مش 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 صعب، يعني مش سهل تنفيذه، ده صعب جدا. كل حاجه في الدنيا لما هنبتدي نعملها تبقى صعبه جدا. لما تيجي تتعلم لغه غير اللغه اللي انت بتتكلم بيها تبقى صعبه جدا. لما تيجي تتعلم السواقه في اول يوم هتبقى صعبه جدا. كل حاجه في الاول صعبه جدا، بس لو اتعلمت السواقه هسوق واتحرك وانتشر. هي خطوه. انا عايز اعلم ولادي، وفي اسر كتير يعني بيقدموا لاولادهم احسن حاجه في كل حاجه يعني، بس في اسر تانية مش بتقدم احسن حاجه. ابنك لازم تعلمه ايه حلال وايه حرام، ازاي احافظ على علاقتي باخويا، ازاي احافظ على علاقتي بجاري، اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وفي حاجات كده. لكن فكره العنف العنف العنف، انا هطلع سفاح، هطلع زومبي، هطلع ولد عارف ان انا لما اتضايق اقتل او اتخانق وامسك يعني. وعشان كده هروح لمنطقه تانية ومش عارف المنطقه دي برضو تنفع ولا ما تنفعش. صناع الدراما، يا صناع الدراما والسينما، رمضان جاي على الابواب، كل سنه وحضراتكم طيبين. فكرة الشارع والبلطجي والواد اللي كلامه ملوح ويقول مفردات جديدة، المفردات الجديدة دي احنا بنقولها بدون ما نشعر، لانها محطوطة، مش هقول مزقوقة ومش هقول ليها هدف، هي اتحطت. اللي كتب كلام ممتع في الدراما فخلانا نردد ده، وعندي اطفال بتتفرج. انا بطلب من صناع الدراما المؤلفين والسينما، وانتوا بتكتبوا فكروا في الولاد. ولو مثلا، لا اذكر فنان بعينه يعني، لا فنان بعينه، لا، لو الممثل النجم اللي عنده عربيات كتير قال للمؤلف انا هقول الكلام ده، المؤلف لازم يعترض. ايوه محمد، بس ده حي شعبي، لازم الشخصيه حي شعبي لازم يبان كده. هو احنا في الاحياء الشعبيه، ما احنا من احياء شعبيه، عمرنا شفنا ايا كان هو مين يجي واحد هو بيتكلم يقول له بقول لك ايه انا ما قابلتكش امبارح عشان الثبات على المبدا؟ ايه الجمله دي؟ ايه دورها؟ ايه اللفظ ده؟ اتحط في الموضوع ده ليه؟ يقول لي خلي بالك انا زعلان في بعض المسلسلات، خلي بالك انت زعلان مني، ادلعني وادلعك وما تيجي مش هنفعك. ايه دول؟ ايه الحاجات دي؟ اطلب من ولادنا في اي شريحه في المجتمع يبقى كلامهم حلو على انهي اساس. انا حرفيا بحرم ولادنا في بعض المناطق الشعبيه انه يطلع يروح للمجتمع ويندمج فيه فيبقى شبه المجتمع بكل شرايحه. ليه دائما وابدا بيطلع المناطق الشعبيه الولد الصايع اللي بيمسك سنجه واللي بيمشي يزعق ويضرب ويكسر؟ ابدا، مناطقنا الشعبيه ما فيهاش الكلام ده. الناس بتتخانق مع بعضها، وفي كل المجتمعات وفي كل الشرائح ناس بتتخانق مع بعض على فكره. والناس اللي في كل، ليه ما بتطلعليش مثلا مسلسل له علاقه ببطل، البطل ده من حي زي حي المعادي او حي جاردن سيتي بيتخانق؟ ليه دايما اللي بيتخانق لازم يكون من حي شعبي؟ ليه دايما اللي بيتخانق لازم يقول الفاظ او مفردات كلمات تكون شويه ما تليقش؟ ليه؟ ابقى انا بربي ابني طول الوقت على عيب وعلى الصح وعلى الغلط، وتلاقي ابني يقول لي ما تحورش. ليه الطفل يطلع يقول لابوه ولا لاخوه احنا مش هنصطبح النهارده ولا ايه؟ يعني ايه نصطبح؟ ايه نصطبح دي؟ انا اعرف واحنا اطفال صباح الخير، دي اللي انا عارفها. فلما يقول نصطبح يبقى سامعها في حته، ولما يبقى سامعها في مسلسل يبقى انا عندي مشكله. هي بتزق لي بعض الجمل اللي انا شايف انها صعبه. طب انت عايز ايه؟ عايز مسلسل في حي شعبي يقول كلامنا اللي في الحي الشعبي، الكلام الطبيعي، الكلام اللي مش جديد على ودني. انا لما بتفرج على المسلسلات اللي لها علاقه بابن البلد والحي الشعبي بسمع مفردات عمري ما سمعتها وانا من حي شعبي، وده شرف ليا بالمناسبه.
تشرف ليه؟ احنا في الاحياء الشعبية مفيش كده. بتكلمني عن شريحة جوه الحي الشعبي، ده موضوع تاني، وارجو اخفاء هذه الشريحة من الاعمال الدرامية. فكرة انت تطلع لي واحد كده من حي شعبي مش باقي على حاجة وبياخد بعض المخدرات وبيقول بعض الكلمات اللي وتروح انت مظهرهولي في عمل، لا انا مش عايز ده. كلمني عن ولد ابن بلد ها في حي شعبي بيخاف على بنت حتته وبيخاف على اولاد حتته بالادب. فكرة الكلام المفردات اللي ليها علاقة بالكلام اللي ملوش دعوة ببعضه ده بلاش منه. انا بشوف السيد النقيب مصطفى كامل والدكتور اشرف زكي، انا مبسوط عشان يبقى النقيب مصطفى كامل منبه على كل اللي بيغنوا تنقي كلامكم. ما كان في الاغاني في المهرجانات تعورني عورك والحاجات دي، هو قال لا، قال لا لان الكلام ده ما ينفعش نسمعه، يبقى في الدراما كمان ما ينفعش نشوفه. فانا بطلب من النقيب الدكتور اشرف زكي حطني في نفس الحته سمعيا وغنائيا زي ما النقيب مصطفى كامل عمل. ننبه يا جماعه ارجوكم ننقي الجمل والمفردات اللي في الاعمال الفنيه. فاكرين حسن ارابيسك؟ هو ده ما كانش من حي شعبي؟ مش كان من حي شعبي حسن ارابيسك ده؟ هقولوا لي بقى صلاح السعدني قال لنا ايه ما يليقش؟ قولوا لي البطنيه اللي عمله صلاح السعدني ايه اللي ما لاقش؟ ما هو حي شعبي وبطنيه وبيتكلم عن زمن كان فيه تجاره المخدرات، اخراج العظيم محمد النقلي البطنيه. قولوا لي ايه اللي اتعمل فيه ما يليقش؟ الحاج متولي، العطار والسبع بنات، حاج متولي في الوكاله وتاجر خرده والمجتمع اللي حواليه كان في ناس بتتخانق مع بعض وبيضايقوا بعض وفاهمين قصدي ايه، وما سمعتش حاجه عيب. انا بس مش قادر يعني الذاكره مش جايباني لبعض الاعمال الكتير اللي في الاحياء الشعبيه الكتير اللي ما فيش كلمه عيب. هو ليه بقى في 2022 و21 واللي فات الحكايه راح عند ابن البلد الشعبي لازم يقول كده؟ فتلاقي البعض يقول لك ايه؟ اه يا محمد، ما هو المسلسل زمان كانت الناس طريقه كلامهم كده، فالحي الشعبي عبر عن ده في الدراما بالشكل ده، لكن دلوقتي طريقه كلام الناس بقت كده فالدراما تعبر عنهم بالشكل ده. مش حقيقي. انت لو عملت لي مسلسل بنفس ريحه ارابيسك باحداث النهارده هقبلوه، ما بتعبر عننا هقبلوه. فانت عامل لي مسلسل نقوا فيه كلامنا، انا من حقي، انا ما حريت التعبير والفن وحريت انك تعبر عن الفن بالشكل اللي يعجبك، بس الحرية دي ليها سقف قدام حريتي انا في ان انا ربي ولادي، ان انا مش انا كمحمد، انا كمجتمع. ما يبقاش الاهل صارفين على اولادهم تعليميا، ان كانت المدرسة صارفين وحرمين نفسهم تعليميا ويجي يتكلم كلمة اقول له عيب عيب، ايه الكلمة العيب دي؟ ما تقولش كده ابدا. وبعد ما اقول له الجملة دي روح فاتح التلفزيون وهو سامع واحد بقول لك يا شبح. شبح ايه؟ احنا مش تحت الارض، احنا على الارض، احنا مش في مغارة. الجملة دي ما تليقش من طفل صغير، وما اجي اقول له ايه يا ابني اللي بتقوله ده يقول لي عمو الفنان قال. فده طلبي، انا بطلب من السيد النقيب اشرف زكي، الدكتور اشرف زكي، حط يعني بننبه عليهم يا دكتور اشرف، احنا ولادنا شكلنا عيب اقول عيب، وانا مش عارف يصح ليه ان انا اقول ولا لا. اشمعنى الاعمال دي في مصر؟ ليه؟ ما العالم كله بيعمل اعمال وبيعمل دراما وبيعمل مسلسلات وفيها حاجات لها علاقه بالعصابات وليها علاقه بالشيء، ليه احنا مركزين قوي ان احنا نطلع جمله فبعد ما تتقال الجمله نلاقي التوك توك لازقها على ظهره؟ يعني ليه احنا بنتفنن ان ما اعرفش بقى المؤلف او حد من النجوم يصر على جمله فيروح قايل جمله كده فتلاقي تاني يوم التكاتك كاتباها، وبعد ما التكاتك تكتبها اللي سايقين العربيات وجوه العربيات يحفظوها؟ ليه؟
والموضوع سهل والله يا دكتور اشرف. تنبيه صغير، بلاش الكلمات دي. المسلسل اللي هتشوف فيه النوع ده من الجمل هيبقى لنا اجراءات، زي ما نقيب مصطفى كامل قدم لنا وانا ببعت له الف تحيه، المطرب او مؤدي المهرجانات اللي هيقول لفظ ما يليقش هوقفه قرارات صارمه، وكله هيلتزم. ما هو لو ما التزمتش يتقطع عيشك، فانا هلتزم. لو ما التزمتش هدفع فلوس، فانا هلتزم. هو ده الكلام. نبني بلدنا، بتتطور وبتتغير وبتكبر، احنا حياتنا بتتغير، اللي بنشوفه النهارده مش بنشوفه بكره. فاحنا ليه ما يبقاش التطوير من جوه؟ ليه ما يبقاش التطوير من هنا من العقل؟ ده اللي انا بقوله. المهموم والزعلان واللي شايل هم بكره، ربنا موجود، ما تشيلش هم. ربنا سبحانه وتعالى دائما وابدا في ظهرنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. خليكم دايما فاكرين الصلاه على النبي تجيب لنا نور ان شاء الله. اسيبكم واشوفكم في رعايه الله في حلقه جديده من بكل جراءه.